نهاركم طيب وسعيد، سعيد جدا باستقبالكم في المكتب متاعي. بارك الله فيك على السؤال. صحيح هو سؤال بلان براتيك، خلينا نكونوا واضحين مع العباد الكل ونحكيوا بالدرجة باش يفهمونا النساء الكل والبنات. الهيجين انتي مهمة جدا بالنسبة للمرأة والبنية. المنصوح به كيفاش تحافظ على النظافة متاع الجهاز التناسلي من برا بس والخارجي، أنه توضي روحها مرتين في النهار، لما توضي روحها ماذا بيها بالماء وكهوة. إذا كانت تحب تستعمل صابون ماذا بيها تستعمل صابون نوتر، مش لازم بالضرورة يكون بارفيمي، يفو إيفيتي هذوما، يفو إيفيتي وسي لكل غسول اللي تشريه في الفارماسي ولا من برا فارماسي. إذا كان هي ماذا بيها تقول ماذا بيها نستعمل حاجة سافونوز هيك باش تعمل كشوشة وتنظف، تحس روحها أنظف هيك، تولي تستعمل صابون ابي هاش نوتر، تمشي للفارماسيان ولا تمشي للبارا فارماسي، تبيعوا زاد في البارا فارماسي، تختار ان صابون ابي هاش نوتر، مش تستعمله كوتيديان مو ماهوش باهي راهو، على خاطر ربي سبحانه وتعالى خلق عند المراه جرثومه او جراثيم اللي هما سميهم سابخوفيت، اللي هما هامين جدا انه يحافظوا لها على الاكيليبر نتاعها ويدافعوا ضد الجراثيم. فلازم تحافظ على كل الميكروب اللي هي عندها دور هام مهم جدا للديفونس، للدفاع على هيك الجهاز التناسلي سواء من برا او من الداخل. فبالتالي المنصوح به صحيح مرتين في النهار باش تحس روحها نظيفه، تلبس ملابس داخليه كما قلت انت بكري، ما تكونش تخو سيغي وتكون من كوتون، يفو ايفيتي تو سكي معناها ماتير سانتيتيك كل بوليستان ولا معناها تو سكي برودوي تيسو سانتيتيك جوي داكور. بالنسبه للسلد البكري على ليبيلاسيون، دونك يفو ايفيتي هالليبيلاسيون، خاطر ربي سبحانه خلق الشعر غادي صحيح بور كوفغير الجهاز التناسلي ويكون يعني يعاون على الديفونس ناتوريل نتاع الجهاز التناسلي. فما نسى يستعملوا لافاج فاجينال، يفو ايفيتي لافاج فاجينال، علاش هو انها تنظف المهبل من الداخل. فما يستعملوا قبل، هو قلت برشا الاستعمال نتاعها اون بوار تستعمل باش تنظف الفاجان، وهذا ما يلزمش تنظفه بالكل خاطر ينظف روحه بروحه، دونك ما تستحقش انها تعمل هالبوار هذه باش تنظف بالماء ولا بالتايو نتاع تواليت حاشاك ولا حاجه باش تنظف بها روحها، دونك مكان من برا وهذاك هو. كما تحب هي يا با بروبليم، اينو بوزو با دو بروبليم لي بروتيستيف، كان حاب يستعملهم ما يستعملش هي حره.